بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 65. ما بعد، فتكميلا لكلامنا السابق على أحكام الصيام الوارد في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نبين الآن مفسدات الصيام، وهي المفطرات التي تفسد الصيام، هي على قسمين. القسم الأول ما يدخله الإنسان إلى جوفه، ما يدخله الإنسان متعمدا إلى جوفه. والقسم الثاني ما يخرج من الإنسان مما به يتقوى جسمه، مما به قوة جسمه. القسم الأول هو ما يدخله الإنسان إلى جوفه متعمدا، أنواع. النوع الأول الأكل والشرب متعمدا، فمن أكل متعمدا وهو صائم، أو شرب متعمدا وهو صائم، بطل صومه، لأن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، أي الإمساك عن الأكل والشرب إلى الليل. فحرم الأكل الشرب على الصائم في نهار الصيام، فإذا فعله متعمدا بطل صيامه، لأنه أصبح غير صائم بالأكل والشرب. سواء كان هذا الأكل والشرب كثيرا أو قليلا، ما دام أنه قد تعمد وأكل ولو قليلا أو شرب ولو قليلا، فإنه يفسد صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوضي وبالغ في الاستنشاق: إلا أن تكون صائما. معلوم أن الاستنشاق شيء يسير، فإذا بالغ فيه ووصل الماء إلى حلقه فإنه فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى الأكل والشرب. مع مخالفة قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. أما لو أكل أو شرب ناسيا، لو أكل أو شرب ناسيا، فإن هذا لا يضر صيامه ولا يفسده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومثل الأكل والشرب ما يدخله الإنسان إلى جوفه مما يغذيه مثل الإبر، الإبر المغذية، لو حقن الإنسان أو حقن فيه إبر مغذية فإنها تبطل صومه، لأنها بمعنى الأكل والشرب. وكذلك ابتلاع الأدوية كالحبوب والشراب الدوائي، إذا ابتلعها عن طريق الفم أو شربها عن طريق الفم يتداوى بها فإنها تبطل صيامه، لأنها بمعنى الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية وهي التي تؤخذ تحت الجلد أو في العضل فهذه لا تؤثر على الصيام، لأنها ليست مغذية، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. يجوز للإنسان أن يأخذ الإبرة عن طريق العضل أو تحت الجلد وهو صائم، يعني لو فعل هذا ما قلنا يبطل صيامه، ولكن احتياطا وخروجا من الخلاف يؤجل هذا إلى الليل، يؤجل جميع الإبر بأنواعها إلى الليل، هذا هو الأحوط لا شك والأبرى للذمة. هذا النوع الأول من المفطرات: الأكل والشرب وما في حكمهما مما ذكرنا. النوع الثاني وهو ما يخرجه الإنسان من جسمه مما يضعف قوته الجماع إذا جامع فأمنى أو عمل العادة السرية استمنى بيده استفرغ المني الشهوة، سواء بجماع أو بعادة سرية، إذا استفرغ المني بلذة فإن هذا يبطل صومه، لأن الله تعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح المباشرة وهي الجماع، أباحها إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصيام إلى الليل، فدل على أنه لو جامع بعد الفجر أو في أثناء النهار أو قبل غروب الشمس ولو بيسير أنه يبطل صيامه، لأنه لم يعمل بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل،
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول في الصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ترك شهوته التي هي الجماع، ترك شهوته، فالذي جامع في أثناء النهار لم يترك شهوته لله عز وجل فيبطل صيامه. ولحديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام؟ قال له صلى الله عليه وسلم تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، أتي بعرق يعني زنبيل فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به. قال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال خذه فأطعمه أهلك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة المغلظة، أمر الذي جامع في نهار رمضان بالكفارة المغلظة، دل على تحريم الجماع، لأن الكفارة لا تكون إلا عن فعل محرم معصية، فأمره بالكفارة المغلظة، دل على بطلان الصيام بذلك، وأنه يقضي اليوم ويكفر هذه الكفارة. أما لو أن الإنسان احتلم، إنسان نايم واحتلم ودفق منه المني بالاحتلام وهو صائم، هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، لكن عليه الاغتسال من الجنابة وصيامه صحيح لأنه بغير اختياره. وبناء على ذلك بأن الجماع يبطل الصيام، فإن على المسلم غض البصر، على المسلم خصوصا الصائم غض البصر عن النساء لئلا تثور عليه شهوته فيقع في الحرج، حتى زوجته لا ينظر إليها نظر شهوة وهو صائم، لئلا يقع عليها وهو صائم، لأن الإنسان بشر، فيؤمر بغض البصر والابتعاد عن ما يحرك شهوته مع زوجته، سدا للذريع. فإن كان لا تتحرك شهوته وهو صائم فلا بأس أن ينظر إلى زوجته وأن يقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقبل نساءه وهو صائم، لكنه كان مالكا لإربه كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالمباشرة بغير الجماع لمن لا تتحرك شهوته لا بأس بها وهو صائم، أما الذي يخشى أن تتحرك شهوته كالشاب القوي فهذا يبتعد عن ما يسبب له الوقيعة في الحرام احتياطا لصيامه. وكذلك من المفطرات التي يخرجها الإنسان من جسمه باختياره القيء الاستفراغ، إذا استفرغ الإنسان من طريق الفم استفرغ أكله وشربه استفرغه عن طريق الفم وهو ما يسمى بالقيء يسمى بالتقيؤ، هذا يفسد الصيام لأنه استفرغ ما يقويه وما يغذيه فيفسد صيامه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث أن من استقاء وهو صائم يقضي. أما لو أن القيء غلبه بدون اختياره ذرعه، معنى ذرعه يعني غلبه القيء خرج بدون اختياره فهذا لا حرج عليه وصيامه صحيح، إنما الذي يتعمد التقيؤ هو الذي يبطل صيامه لأنه استفرغ طعامه من معدته الذي فيه قوته وفيه غذاؤه فبطل صيامه. وكذلك من الاستفراغات التي تفسد الصيام الحجامة، الحجامة وهي استخراج الدم عن طريق المحجم، والحجامة علاج معروف عند العرب وهي نوع من الطب قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معروفة وفيها علاج معترف به. الحجامة تجوز لكن الصائم لا، لا يحتجم وهو صائم، بقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم فهذه اللفظة وهي قوله وهو صائم غير محفوظة، إنما المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم هذا محفوظ، فالمحرم يجوز له الاحتجام. وقد احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أما لفظة وهو صائم هذه اللفظة غير محفوظة وإن وردت في الصحيح لكنها غير محفوظة كما قال الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهما من حفاظ الحديث. فالصحيح أن الحجامة تفطر الصائم، وحتى لو ثبت أنه احتجم وهو صائم فإن لفظة أفطر الحاجم والمحجوم تكون ناسخة لذلك،
ومعلوم أنه إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر احتياطا. فالحجامة تفطر الصائم، ومثلها في العصر الحاضر سحب الدم، ما يسمونه سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض، هذا مثل الحجامة تفطر الصائم. ومثله الفصد، وهو التشريط، تشريط العرق بالمبضع ويخرج منه دم كثير، هذا مثل الحجامة أيضا إذا فعله متعمدا فإنه يبطل صيامه، لأنه بمعنى الحجامة. أما الدم اليسير، إذا استخرج الإنسان الدم اليسير الذي لا يعد مثل الحجامة كالنقطة والنقطتين للتحليل، إذا أخذ عينة من دمه للتحليل فهذا لا يضر، لأنه شيء يسير ولا يشبه الحجامة ولا يلحق بها. كذلك لو انجرح الإنسان وخرج منه دم كثير، انجرح وخرج منه دم كثير فهذا لا يفسد صيامه، لأنه بغير اختياره. وكذلك لو خلع ضرسا، الصائم يتألم من ضرسه ولا يستطيع الصبر إلى الليل لشدة الألم، لا بأس أن يخلع ضرسه وهو صائم ولو خرج منه دم، إن هذا لا يؤثر، لأن هذا غير مقصود، خروج الدم غير مقصود، وإنما المقصود التخلص من الضرس الذي يؤلمه. هذا ما يتعلق باستخراج الدم أو خروج الدم من الصائم. وكذلك من أنواع الاستفراغات التي تفطر الصائم الحيض للمرأة، النفاس للمرأة. الحائض والنفس لا يصح منهما الصيام، لا يصح منهما الصيام ولا يؤمران به، وإنما تفطران مدة الحيض ومدة النفاس، وتقضيان ما أفطرتا من أيام أخر لما ثبت في السنة الصحيحة أن النساء كنا يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصمن ولا يصلين، الحائض والنفس لا تصوم ولا تصلي. فإذا طهرت واغتسلت، إذا طهرت ولو لم تغتسل فإنها يجب عليها الصيام، إذا انقطع دمها انقطاعا نهائيا ورأت الطهر وجب عليها الصيام بقية الشهر، وتقضي ما أفطرت في أيام الحيض والنفاس، بقول عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ حرورية الخوارج، لأنهم هم اللي يسألون عن مثل هذه الأسئلة التكلفية، هذا سؤال تكلف،
قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة هي مسألة عقل وفكر، المسألة مسألة دليل، مسألة دليل. الواجب على المسلم أن يتبع الدليل ولا يسأل لماذا ولماذا، ما دام صح الدليل فإنه يجب عليه العمل به، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. هذا قضية الحائض والنفس، تقضيان الصيام ولا تقضيان الصلاة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت الحائض والنفس بقضاء الصلوات التي مرت عليهما شق ذلك عليهما لكثرة الصلوات. أما الصيام فإنه لا يشق قضاؤه، الصيام لا يشق قضاؤه، ولذلك أمرتا بقضاء الصيام. فهذه مجمل، أو هذا مجمل المفطرات في الصيام، وينبغي للمسلم أن يعرفها، ينبغي للمسلم والمسلمة أن يعرف ما يتعلق بصيامهما مما يخل به أو يفسده، حتى يكون على بينة، وحتى يؤدي عبادة الصيام على الوجه المشروع. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله. يقول السائل: كثير من المثقفين فضلا عن عوامهم يجهلون المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فنرجو منكم بيان معناها. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي كلمة الإخلاص، وهي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص، وهي تتكون من جزئين: نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فالنفي معناه نفي الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق، إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى دون غيره دون سواه. هذه الكلمة المختصرة الخفيفة على اللسان تتضمن هذا المعنى العظيم، وهو إبطال الشرك بجميع أنواعه، وإثبات التوحيد لله عز وجل. فمعناها لا إله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فإنه هو الذي يعبد بحق، وما سواه فهو معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة جاءت بلفظها في القرآن
في موضعين، لقوله تعالى لا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا يقولون. وفي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين، وجاءت بمعناها لمثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في قول إبراهيم عليه السلام لما حكاه الله عنه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قوله إنني براء هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، هذا معنى إلا الله، إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الله، يوضحها تماما. هذه الآية توضح معنى لا إله إلا الله، وهي البراءة من الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. يقول السائل تقام ببلادنا موالد عند بعض قبور الأولياء، ويشهد هذه الاجتماعات جمع غفير من الناس يأتون من يا إخواني الدين ليس بالعادات والتقاليد وأفعال الناس، الدين هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو بدعة وحرام، ومنه هذه الموالد. هذه الموالد لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مردودة، بدعة مردودة يجب تركها، ولو كان يعملها أهل بلدك أو أهل البلد الفلاني، لا حجة في قول أحد ولا في فعل أحد إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل عند بني قوم عادة، وهي أن المرأة منهم إذا مات لها عدة أبناء على التوالي فإنها تخرق أذن المولود الجديد وتعلق فيه حلقة نحاسية يزعمون أنها تبقي المولود حيا، فما الحكم بارك الله فيكم؟ هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية الباطل والاعتقاد الباطل، ولا يجوز هذا العمل، لأن هذا من تعليق التمايم التي يتقى بها العين ويتقى بها المرض، وهذا من دين الجاهلية الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء، هذا دعاء عليه، قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية من تعلق تميمة فقد أشرك. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا، رأى رجلا في يده حلقة أو حلقة من صهر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني الحمى، يلبس هذه الحلقة أو هذا الخيط يتقي به الحمى، يتقي به الحمى، يظن أنه يدفع الحمى،
فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالواجب التوكل على الله جل وعلا وترك هذه الخرافات والعادات الجاهلية، الواجب التوكل على الله وترك هذه العادات، تعليق الحلق، تعليق الخيوط، تعليق التمائم، كل هذا من أمور الجاهلية المخالفة للعقيدة، عقيدة التوحيد. والإسلام جاء بإبطال هذه الأشياء لأنها تخل بالعقيدة، تخل بالتوحيد. الواجب على المسلمين أن ينبذوها وأن يحذروا منها غاية الحذر. نعم. يقول السائل: صليت صلاة العصر بغير وضوء ناسية، ولم أذكر ذلك إلا بعد خروج الوقت، فهل علي أن أعيد الصلاة أم ماذا؟ نعم، يجب عليك، يجب أن تعيد الصلاة لأنك لم تصلي، فتتوضأ وتعيد الصلاة لأنها باقية في ذمتك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والنسيان لا يسقط الفرض، النسيان والجهل لا يسقطان الصلاة، لا يسقطان الفروض، لكن لا يكون على الناس إثم. وأما الصلاة فهي باقية في ذمته، فعليه أن يعيدها. نعم. يقول السائل: دخلت الطواف لأداء النافلة، فطفت ولم أستطع إكمال الطواف لشدة الزحام، فخرجت من الطواف وفي اليوم التالي أكملت الطواف، فهل هذا الفعل صحيح؟ طواف النافلة لا يلزم إكماله، طواف النافلة لا يلزم إكماله، الذي يلزم إكماله طواف العمرة أو طواف الحج. أما طواف النافلة فلو قطعته فلا شيء عليك ولا يلزمك إكماله. نعم. يقول السائل: إذا رجع الحاج إلى أهله وزاره أقاربه وأقام لهم وليمة، فهل يكون ذلك من البدع؟ إذا إيش؟ إذا رجع الحاج إلى أهله وزاره أقاربه وأقام لهم وليمة، فهل يكون ذلك من البدع؟ لا، هذا من العادات المباحات، إن الغائب إذا قدم يقام له وليمة، أو هو يقيم وليمة للناس، هذا من العادات والمباحات، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. إلا إن كان يعتقد أن هذا من الحج أو تابع للحج، هذا لا يجوز. أما إن كان يفعل هذا من باب العادة والفرح بقدومه وجمع الأقارب والأحباب فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: عندنا شقق للتأجير ونشترط عدم تركيب الدش وإدخاله، فخف إقبال الناس على الشقق فخفضنا الإيجار، فهل يكفي هذا أم لا بد من اشتراط عدم إدخال التلفاز أيضا، علما بأن هذا يؤدي إلى نفور المستأجرين أو عدد منهم عن مثل هذا النوع من الشقق، فما هو اللازم شرعا؟ أحسنتم في هذا التحفظ من تركيب الدشوش، لأن الدشوش تجلب المحطات الفضائية الفاسدة، فأنتم أحسنتم في
اشتراط عدم تركيبها، ولو نقص الآجار قبل الناس فالذي يحصل فيه بركة إن شاء الله، الذي يحصل لكم فيه بركة. وأما مسألة التلفاز الذي ليس فيه دش فهذا أخف ضررا من التلفاز الذي فيه الدش. فإذا علمتم أن صاحبه يستعمله في المنكر فلكم أن تمنعوه من ذلك وأن تخرجوه منه. أما إذا كان يستعمله استعمالا عاديا، يستعمله استعمالا عاديا ولا يستعمله في أمور محرمة فلا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم الخروج من المعتكف لغسل الثياب وإحضار الطعام من السكن وشراء بعض المستلزمات؟ لا بأس أن يخرج ويؤدي ثيابه لأهله أو يعطيهن الغسال، لأن هذه من الحاجات، يدفعه للغسال أو يعطيه لأهله يغسلونهن ويلبس غيرهن ويرجع لمعتكفه، أو يحضر طعاما ليأكل أو يشرب وما عنده أحد يحضر له الطعام والشراب، ما عنده أحد يأخذ ثيابه يروح به للغسال، لا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل: في عادتنا إذا مرض الولد الصغير يذهب الوالد إلى أضرحة أحد الصالحين ويأخذ من عنده ترابا يذيبه في الماء ثم يسقيه للولد حتى يشفى، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ هذا من الشرك، تبرك بتراب القبر واعتقاد أنه يشفي المريض، هذا من الاعتقاد في الميت وأن ترابه يشفي، هذا من الشرك بالله عز وجل، لا يجوز هذا العمل ويجب تركه والنهي عنه. ويتعالج من المرض بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية، قراءة القرآن على المريض، تعوذات شرعية تقرأ وينفث على المريض أو يقرأ في ماء ويسقى للمريض، هذا المشروع. وأما أخذ التراب من القبر هذا شرك بالله، طلب للشفاء من غير الله عز وجل. إن كان يعتقد أن الميت يشفي فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أن التراب سبب للشفاء وأن الشافي هو الله ولكن هذا سبب، هذا سبب باطل ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. يقول السائل: امرأة منعت عن زوجها بالسحر، كيف يحل هذا السحر؟ يحل بالرقية الشرعية بالقرآن وبالأدوية المباحة. نعم. يقول السائل: هناك من يخصص زيارة القبور بيوم الجمعة، فهل هذا جائز؟ زيارة القبور لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم هذا مشروع طيب، ويذكر بالآخرة من أجل الاتعاظ والاعتبار بالموت والدعاء للأموات والسلام عليهم، هذا مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. أما إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بالأموات أو طلب الحوائج منهم فهذه زيارة شركية ممنوعة، هذه زيارة شركية ممنوعة، لأنها دعاء لغير الله واعتقاد في غير الله أنه ينفع ويضر، شرك هذا. أما النوع الأول فهو مشروع، وهو زيارتها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والاعتبار بالموت والقبور يذكر بالآخرة، هذه ليس لها وقت، هذه مستحبة
مشروعة وليس لها وقت محدد مثل يوم الجمعة، ولا هذه تزور الأموات متى ما تيسر لك، يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة. نعم. يقول السائل: كثير من الرقاة يستعينون بالجن في رقية مرضاهم، فما حكم هذه الاستعانة؟ حكمها أنها حرام ووسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات. قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، يعني الجن خدموا الإنس والإنس أشركوا بالجن وخضعوا لهم وعظموهم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فلا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالغائبين والأموات، إنما يستعان بالله عز وجل القادر على كل شيء، ولا بأس أن يستعان بالمخلوق الحاضر الحي القادر الذي يقدر على إعانتك وهو حاضر ويسمعك، لا بأس، لأن موسى عليه السلام استغاث بالذي من شيعته، على الذي لأن الإسرائيلي استغاث بموسى، الإسرائيلي استغاث بموسى، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك لا بأس بها، أما الاستعانة بالميت، الاستعانة بالجن، الاستعانة بالشياطين، بالغائبين، كل هذه أمور لا تجوز. نعم. يقول السائل: نحن شباب أتينا من دولة إسلامية لأداء العمرة، وكنا في بلادنا قد صمنا يوما قبل المملكة، وسنبقى في هذه البلاد إلى اليوم الخامس من شهر شوال، فإذا صامت هذه البلاد 30 يوما فهل نصوم معهم أو نفطر، علما بأن بلادنا صامت على الحساب الفلكي وليس على الرؤية البصرية؟ الواجب على المسلم أن يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين، حكمكم حكم البلد الذي أنتم فيه، فتصومون مع هذه البلاد إذا جاء العيد أو آخر الشهر وأنتم فيها، حكمكم حكم أهلها، تصومون معهم وتفطرون معهم. قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فيكون المسلم مع المسلمين ولا يخالفهم. نعم. يقول السائل: إذا صمنا مع هذه البلاد نكون قد صمنا 31 يوما. ولو كان تصومون مع المسلمين ولا تضيرون ولا تفطرون، تخالفون المسلمين في البلد الذي أنتم فيه. نعم. يقول السائل: ما حكم الإسبال؟ الإسبال هو إرخاء الثوب تحت الكعب، إرخاء الثياب تحت الكعبين، هذا هو الإسبال المحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يترك ثيابه تنزل عن الكعبين، الثياب أو الإزار أو البشت أو أي ملبوس لا يتركه ينزل عن الكعبين، فإن تركه هذا هو الإسبال المحرم. وآخر حد للثوب هو الكعب. نعم. يقول السائل:
ما هي شروط الاعتكاف؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ وما هي أقل مدة له؟ الاعتكاف عبادة، وهو اللبث في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة مشروعة، ومدته ليست محددة، مدته بحسب إرادة المعتكف، إن شاء طول المدة وإن شاء قلل المدة، ليس له حد لا لأقله ولا لأكثره. ويشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يعتكف في غير مسجد ولا في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة. ومن شروطه أن يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، كقضاء حاجته وإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، يبقى في معتكفه ليلا ونهارا حتى تنتهي مدة اعتكافه. ومن شروطه ألا يقرب أهله بالجماع والمعاشرة، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. يقول السائل: رجل كان يبيع تجارة محرمة لجهل وتقصير منه، ثم تاب إلى الله عز وجل واشتغل بتجارة حلال واختلط عليه المال، فماذا يفعل؟ المال الذي دخل عليه بطريق محرم هذا لا يجوز له استعماله لأنه حرام، فعليه أن يقدر، إذا كان ما يعرف حد المحرم فعليه أن يقدره ويجتهد ويتصدق به، يتصدق بالكسب الحرام، بمعنى أنه يتخلص منه، قل له ما هو بصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن معنى يتصدق به يتخلص منه ويعطيه للمستحقين، لأنه مال لا مالك له، ضايع، فيعطيه المستحقين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.